يعني بكل صراحة يعني بريطانيا كمجتمع وكاقتصاد هي على مستوى ممتاز في العالم في التعليم وفي الجامعات وأيضا في خدمات مالية وفي استثمار و يعني في مسؤولية على أعتقدنا كأكبر دولة مستثمرة في مصر واستثمرت الشركات البريطانية منذ 2011 تقريبا 24 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري وأعلنت الشركات البريطانية في مؤتمر شرم الشيخ كمان 14 مليار دولار نفس مبلغ الموفر من قبل الدول الخليجية 24 مليار دولار يا سعادة السفير من 2011 كمهم بقى استثمارات بترولية من 24 مليار دولار أغلبية في البترول وهذا حاجة مفيدة جدا للحكومة المصرية والمصريين عن طريق في عجز في طاقة وهذا حاجة مهمة للنمو الاقتصادي وفي عجز في موازنة وهذا حاجة مفيدة جدا عن طريق يعني وصول إلى العملة الأجنبية عن طريق بسبب النفط والغاز ولكن أنا عايز أن نوسع مجالات الاستثمارات البريطانية لأن أهم حاجة بالنسبة لي طبعا الشركات أنفسهم تركز على الأرباح profits ولكن أنا كسياسي أنا أركز على تأثيرات الاستثمار على المجتمع وعلى البلد وعلى التقدم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاستقرار ولذلك أن أهم حاجة بالنسبة لي هي أن الاستثمارات تخلق فرص عمل أكثر ولذلك يعني في مجال التجزئة ومجال التعليم في مجال الخدمات البنوكية أو المصرفية أو مثل هذه في ممكن هنخلق فرص عمل أكثر من كم شركة قائمة كم شركة بريطانية قائمة بتستثمر في مصر؟ أنا مش عارف أنا كان لديك ما فيش رقم.